هذا الضرب راح لي فيها 7 بس، اختي وولاده وبنتي. هاي يوم الجمعه كانت. ثاني يوم المغرب ضرب، قاعد بالأب وأنا معي بنت ما بتمشي مع الأولاد، أنا قال ضرب كيماوي. لك شو هالحكي؟ طلع طلع طلعت هيك الكيماوي عم يغلي غلي فوق أبو جعل الباب، مطمورة بتراب من فوق الشوارع. فت بالنفق، بالنفق تاني معبى كيماوي. هون أخذت كيماوي أنا وبنتي ومرتي وأنا بالأرض، ما عاد في شيء. حملونا أسعفونا لجوا، كتوا ماي وعطونا أبر وعطونا هذا. ثاني يوم تهجرنا. نحكي المحكمة الدولية وتقول لك الدولية ما شفنا شيء، انه ما عنقبوه بشيء، الصامت ما هو لا عمل لك رئيس شرعي، وما زال الصامت يقتل يضرب.